وين الهدية مال بيبي؟ انت شو ورطك اليوم؟ بداية المشاكل عمتك راح تسوي غسيل دماغ لبتها بعد ماكو اكل بالبيت. ما خلي بيها عمبة خبيز على خالك. والجهال بعد ما راح تشوفهم. وين هدي نبيل؟ بيبي خبيز على امك. وطبعا راح تقعد وتاخذ مكانك بالفراش. منو رزاق؟ منه وجاي لازم تتعود تنام على القنفة. مو قلنا لك يخليك قنفة كبيرة يا قاع انشقوا بالعيني. ما يحتاج تدعي على نفسك ولا تشق القاع. اي سوق ادخل واشتري كل اللي تريده يوصلك الباب بيتك بسرعة وقت. اي سوق اضخم موقع عراقي للتسوق على شبكة الانترنت بكل ما تحتاجه من موبايلات، حاسبات، ملابس، هدايا، اجهزة منزلية، مجوهرات، مواد تجميل وغيرها الكثير. اي سوق كل شيء عندنا تلقاه. اي سوق احدى شركات مجموعة الطيف.